الزمالك مش اقل من نادي الصيد والاهلي والظهور والانديه الضخمه دي. اوكي. واخد بال حضرتك؟ تمام. بالنسبه انا كنت بتكلم اساسا على الكلام اللي قاله الاستاذ مرتضى منصور امبارح. نعم. حضرتك. نعم. فحضرتك انا والله ما كنتش ناوي ارد لان هو دائم الخروج. طبعا انا اتكلمت ويمكن لساني يعني طلع في قصه القضيه والكلام ده وانا مع حضرتك. فديته مبرر ان هو يرجع تاني يهاجم، بس هو بيهاجم من قبليها، من اول قصه الخلاف اللي بيني وبين الاستاذ ممدوح عباس، وهو بيهاجم هجوم شرس جدا. نعم. وقاعد يتهمني ان انا كنت على خلاف مع فلان وعلان وترتان، بينما يعني الاستاذ مرتضى منصور اخر واحد يقول لنا على الحاجات دي، لانه هو يعني اللي هاجم كل الناس. وانا لما يشتمني ويقول الالفاظ دي على كابتن مدحت، الفاظ ما تصحش يعني. نعم. وبعدين انا بقى هو ما شتمكش يا رؤوف بيه، هو بيتكلم على الحوار اللي حصل، نقل كلام غلط. ما نقل كلام لكن هو بنفسه ما شتمش، كلام ركيك يعني. اذا كان واحد متعود يقوله في بيته وما يسمعوش للناس بيوت الناس. يعني احنا ما نحبش نوقف معاه، وكلام ما حصلش على فكره. تمام. انا قلت لحضرتك واعترفت ان حصل تطاول من الاستاذ ممدوح، وانا تطاولت ايضا، وانا مش معناها ان انا ببرأ الحكايه دي، انا صريح وما بنكرش الحقيقه. نعم. لكن واحنا وانا غلطان يعني، الاستاذ ممدوع غلطان وانا غلطان. جميل. والموضوع يعني خلاص ياخد وقت بقى، خلص بقى وخلاص. نعمل ده موضوع وهتصطفوا في الاخر وانتهينا. يعني اللي يجيبه ربنا ده مش موضوع. نعم. لكن انه يتقال كلام ما قالش ويقول معفن يعني الفاظ انا حتى مستحي ان انا اقولها. لكن هو الراجل انا مش افضل من البرادعي ولا الشيخ القرضاوي ولا وقت حتى دوليا ابو اوباما والشيخ قطر، وقبليهم نادي الزمالك كله لم يسلم من هجوماته، الدكتور كمال درويش، الدكتور اسماعيل سليم، ممدوح عباس نفسه، جلال الاستاذ جلال حسن صقر، كل دول اتهاجموا واتهاجموا هجوم شرس. واخد بال حضرتك؟ لكن انا اللي اسأني بقى يا فندم بجد انه يشتم الناس، اصدقائي اللي انا بقعد معاهم يقول بيقعد مع 50 واحد بشبشب ذنوبه. ايه اللي ده؟ الناس دي ناس اقل واحد فيهم محترم. دول مجموعة من أعضاء النادي، كل واحد فيهم عضو قبل ما مرتضى منصور يبقى عضو في نادي الزمالك، فيهم مجموعة من بيت عقبة ومجموعة أخرى من جوه النادي، يعني قصدي من حتت أخرى، والمجموعة دي لا يشغلها إلا حب نادي الزمالك، لا عمر واحد فيهم استغل فرصة إن أنا عضو مجلس إدارة يقول لي أنا عايز حاجة ولا عايز محتاجة ولا ابنه بيلعب ولا عمرهم، كل اللي يهمهم مصلحة نادي الزمالك وليس لهم غرض في أي حاجة. عيب لما يقول عليهم كده. تمام. انا بس انا اتكلمت النهارده عشان ادافع عن اصدقائي ليس الا. تمام. وانا بشكرك يا باشمهندس. اشكرك متشكر. شكرا جزيلا. يعني الحقيقه يعني انا حابب بس اعقب بجملتين علشان برضو انا حسيت